كل عام وأنتم بخير. طبعا برزت فكرة اليوم العالمي للمرور في عام 1969 وتقدم بنته الأمم المتحدة. طبعا في كل دول العالم اعتبر هذا اليوم يوما عالميا للمرور نتيجة أهمية هذا المرفق المروري في الحياة وما ينتج عنه من حوادث مرورية قد تؤدي لا سمح الله إلى آلام كثيرة وتؤثر على المجتمع وتطوره الاقتصادي. طبعا أصابت الحوادث المرور كما تعلمين المجتمع في أهم مقومات المجتمع اللي هو الإنسان. طبعا تأتي سوريا من الدول التي تهتم البارزة والتي تهتم باليوم العالمي لدى اهتمامها بهذا اليوم اللي هو المرور العالمي. طبعا نتيجة تطور المدن كما تعلمون وتنظيم الشوارع زيادة الآليات جعل من قواعد المرور هو نظاما عالميا تهتم في كل دول العالم وهذا النظام العالمي جاءت هذه الفكرة يعني يوم الرابع من أيار هو يوما عالميا للحفاظ على السلامة المرورية والتوعية المرورية بشكل عام وما ينتج عن حوادث المرور التي أصبحت يعني من أكثر الأسباب الوفيات في العالم. نحن اليوم بعيد المرور العالمي بيصدق بأربعة أيار عملنا هالعيد موجود لتقدير جهود عناصر المرور وجهاز المرور بشكل عام بكونه عم يبذل جهود كثيرة على طول السنة عملنا لهم اليوم نقدر جهودهم فيه وعندنا كثير حتى أفراد وصف ضباط بفرع جهاز المرور من صابين إصابات عمل وما زالوا على رأس خدمتهم يقدموا جهودهم وهذا اليوم يعني يوم عظيم واحد بحس بأهمية الجهاز وبيعطي للمواطنين إخوتنا المواطنين أنه جهاز المروري هو جهاز لخدمتهم لمساعدتهم وهذا اليوم أنه عم نقدر جهودهم فيه يعني عم نحسسهم كمان بالأهمية فيها. نحن دائما وأبدا مواكبين بعملنا لحتى نقدم شيء لبناء هذا الوطن. أنا بتاريخ 12/12/2012 أصبت بتفجير إرهابي أمام مبنى وزارة الداخلية الذي حصل بنفس البناء بوزارة الداخلية بكفر سوسي. أصبت بحرق باليد والوجه وشظايا بالرأس والقدم اليسرى. قدمت لنا الوزارة العلاج ومن بعدها لمدة 4 أشهر أو 5 أشهر طلبت من رؤسائي العودة إلى العمل لأمارس مهنتي بكل جدارة لكي نقدم ولو جزء بسيط لوطننا الغالي لتبقى سوريا شامخة منتصرة. أثناء خدمتي بباب توما نزلت شظايا بهكذا أثناء الأحداث وتصوبت برجلي والحمد لله ساتني على رأس عملي وباقين إن شاء الله.